أستاذ خالد طلعت ناقدنا الرياضي، وهو رئيس تحرير دوري وكاس، موقع دوري وكاس. صباح الخير. صباح الخير يا مدام نجلاء، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين كلهم. أهلا بك يا أستاذ خالد، ويعني ندخل على المصري على طول. تمام، أنا عايز أخد آخر جملة حضرتك، آخر سؤال سألتيه الأستاذ طارق هاشم طبعا، وزميلنا وكمان كان زميل صحفي، يعني أنت قلتي له ميمي عبد الرازق مدرب مؤقت مع النادي المصري ولا مدرب مستمر؟ هو رد عليكي ما جاوبش على السؤال، هو قال لك ميمي عبد الرازق مديرا فنيا للمصري. وده احنا عارفينه. ما قالش كلمة مؤقت ولا مستمر. يعني هو ابتدى يتعصب يعني. لا هو تلعب بالكلام كده برضه، بقول لك هو كان صحفي وشاطر، فهو ما أكدش على حتة إن هو مؤقت أو مستمر، دي اللي احنا كنا عايزين نسمعها منه، هو ما قالهاش، يعني تهرب من السؤال. أنا بقى بقول لك ميمي عبد الرازق مدرب مؤقت للنادي المصري، ميمي عبد الرازق مش مكمل لنهاية الموسم. طبعا هو تم تصعيد كابتن ميمي عبد الرازق لأنه كان رئيس قطاع يمكن الناشئين بالنادي المصري، وكان موجود وعارف يعني اللعيبه بشكل كبير، فهو كان الاقرب ان هو يتولى المسؤوليه دي بسرعه بعد الاستقاله المفاجاه طبعا لكابتن حسام حسن. ما كانش في وقت لمجلس اداره المصري انه يبحث عن مدير فني تاني، خاصه ان الوقت ضيق جدا، عنده خلاص ماتش مع الاسماعيلي. تمام، هي في مناوشات ما بين الثنائي كابتن حسام وابراهيم حسن وبين مجلس اداره نادي المصري منذ بدايه الموسم، يعني من بدايه الموسم كان في اكتر من مشكله، وتحديدا كانت حته ان مجلس اداره نادي المصري بيبيع لعيبه بدون الرجوع للجهاز الفني. وده قاله امبارح كابتن حسام. بالظبط، ابرزهم طبعا محمد حمدي الظهير الايسر واحمد ايمن منصور، اكتر من لاعب اتباعوا. وانا يمكن كنت موجود هنا في اذاعه شباب الرياضه مع كابتن كريم حسن شحاته في بدايه الموسم، وقلت له حسام وابراهيم حسن مش هيكملوا في المصري، حتى هو قال لي لا الناس كلها بتاكد انهم هيكملوا، قلت له لا، يعني انا شايف ان مثلا بعد شهر، يعني خلال شهر، ان حسام وابراهيم هيمشوا من المصري، واعتقد الكلام اتحقق. كابتن حسام كمان كان مأجل القرار لغايه ما يشوف مصير الفريق في كاس الكونفدراليه. طبعا ما حبش يمشي وكاس الكونفدراليه موجوده انا كتير جدا، ويعني بقول لك بيبيعوا لعيبه وبيجيبوا لعيبه صغيرين في السن ولاعيبه يمكن اسعارهم قليله، لكن كابتن حسام قدر ان هو يجيد. يمكن انا بقول دايما على حسام حسن ان هو بيصنع من الفسيخ شربات، يعني بالمثل البلدي كده، لعيبه صغيرين في السن، لعيبه ما عندهمش خبرات، لعيبه من الدرجه الثانيه، وبيقدر ان هو يوظفهم بشكل كويس ويتالق الفريق بشكل كبير مع كابتن حسام حسن الفتره الاخيره، على طول موجود في المربع الذهبي، بيشارك في كاس الكونفدراليه، نتائج ايجابيه يمكن امام فرق القمه، فاعتقد عشان كده هو كان مستني بس حته الكونفدراليه، لو قدر يكمل وياخد البطوله كان هيبقى انجاز للنادي المصري وانجاز لحسام شخصيا.